دور الشباب في تبني البرامج التطوعية والاجتماعية في خدمة المجتمع وتمكين الأسر اقتصاديا وتحويلها لأسر منتجة أبرز محاور وفعاليات أسبوع الظاهرة الاجتماعية الرابع. برامج في غاية الأهمية، ومن أهمها تفاعل الشباب الواضح في خدمة مجتمعهم، وكذلك تبني نشاط التمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي. وهذا التبني هو تبني مجتمعي بحت، مدعو من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ومدعو من قبل الجهات الأخرى الداعمة. تجارب اقتصادية ناجحة ومشاريع شبابية تم طرحها في ندوة التمكين الاقتصادي التي تبناها فريق سرب العطاء الخيري التابع للجنة الاجتماعية بينقل وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالظاهرة. وهنا معرض مصاحب لفعاليات الأسبوع عرض نماذج من المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية والإنتاجات المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا المعرض أنا بعيش أولادي منه، أدق حنة، أدق أسوي غبور، أدق حمض، أسوي مرور حاشاكم، أسوي مقاشب، بجيب أشر البان، أشر حاجاته واستفود منهن. على مدى 5 أيام متواصلة حفل الأسبوع بحزمة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التوعوية والمحاضرات ومعسكرات العمل التطوعية لخدمة المجتمع. محمد بن سعد العلوي، محافظة الظاهرة.